ينضم إلينا عبر الهاتف العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور. بداية يا فندم، يعني هل كيف نعول على هذه الصفقة بين حماس ومجلس الحرب الإسرائيلي في الوصول إلى هدنة تصل بنا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق السراح الرهائن أيضا؟ طبعا إذا ما عدنا إلى الاتفاق الذي عقد في باريس عام منذ حوالي الشهر ورفضه الإسرائيلي الرئيس الوزراء الإسرائيلي، أعيد الاجتماع في باريس الأسبوع الماضي وكذلك بحضور مصري كثيف وحضور قطري وأمريكي وإسرائيلي، ويبدو أنهم اتفقوا على اتفاق إطار ممكن أن يؤسس لمرحلة من تبادل الموقوفين من الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل كذلك الفلسطينيين. اليوم هذا الاتفاق يلزمه اجتماعات أخرى بدأت يبدو في الدوحة، وليس هناك من تفاؤل في الوصول إلى نتيجة، لأن ما زال الإسرائيلي يصر على النصر الكامل. عنوان نتنياهو يطرحه أن أمامنا النصر الكامل، حتى هناك سرب حديث له بأن حتى لو حصلت هدنة فلن نترك رفح ولن نترك قدرات حماس كما هي. يعني هذا الموضوع بل هناك بداية عرقلة من الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي نتيجة. طيب سيادة العميد، يعني كيف ترى تعامل نتنياهو وإسرائيل مع هذه الصفقة من خلال التصريحات حول أن شروط حماس مثلا غير منطقية، وأنه أيضا ستتم عملية رفح البرية بعد توقف هذه الهدنة؟ طبعا هذا يعني ينعي كل مساعي التهدئة وكل مساعي التبادل، لأنه يبدو أنه وضع شعار النصر الكامل. ولكن إذا ما جئنا إلى الداخل الإسرائيلي، هناك مستويان في الداخل الإسرائيلي، المستوى السياسي والمستوى العسكري. اليوم كل أجهزة المخابرات شبك وأمان وكل المعلومات ترد إلى رئاسة الأركان وإلى وزارة الدفاع. وزارة الدفاع تقول أنها يعني هي من تقرر إنه إذا كان هناك عملية عسكرية وصحواها وعديدها وكيفية القيام بها، وليس المستوى السياسي. يعني المستوى السياسي يحرج القوات الإسرائيلية في رفع مستوى الأهداف من دون العودة إليه، وهذا يعني يعترض عليه الجيش، لأن الجيش استخدم قوات النخبة فشلت، لواء جولاني فشل وأخرج من الخدمة، استخدمت قوات الاحتياط ثبت أنها يعني هناك قتلى بنيران صديقة نتيجة استخدام قوى احتياطية على آليات حديثة وتقنيات حديثة. لذلك هناك خلاف في الداخل، لا يستطيع الإسرائيلي تنفيذ ما يريده من دون العودة إلى قدرات الجيش المنهك والذي أصبح منهكا في رفح وفي خان يونس وحتى في شمال القطاع. تمام سيادة العميد، يعني طلب حماس لوقف دائم لإطلاق النار هو يتعارض مع التصريحات الإسرائيلية بأنه وقف مؤقت لإطلاق النار. هل في إطار الشد والجزم بين الطرفين من الممكن أن نصل فعلا من محادثات باريس إلى نتيجة نهائية لهذا الصراع على المستوى السياسي حتى؟ اليوم يعني إسرائيل تعتبر، كل من في إسرائيل يعتبر أن الأزمة هي أزمة وجودية، لا اعتدال حاليا في إسرائيل، لا بكل المستويات هم يريدون إضعاف قوات حماس وإخراج حماس. ويبدو أن هناك يعني دعم أمريكي لا محدود، مستفيدين من سنة الانتخابات وموقف الرئيس بايدن بدعم إسرائيل قد يعيده إلى السلطة مجددا. لذلك الإسرائيلي باتجاه تنفيذ خطته بشكل كامل، ولكن الفلسطيني هو المدافع عن الأرض، هو المتمترس تحت الأرض، هو الذي ما زال لديه الإمكانات والقذائف والصواريخ والتي يصنعها بنفسه، وهو ولم يصل الإسرائيلي حتى اليوم
لأي موقوف لديهم لأي محتجز سوى هذين الذين عقد صفقة في الخارج على إفراج عنهم ولم يكونوا بعهدة حماس أو بعهدة تنظيمات فلسطينية. لذلك الأمور ذاهبة باتجاه استنزاف أكبر ومدة طويلة ولا مجال لحل سياسي طالما أن الإسرائيلي لن يوقف النار نهائي. موقف حماس قوي كمدافع وما زالوا يقاتلون في كامل القطاع. موقف الإسرائيلي منهك ولكن أهدافه كبيرة ولن يستطيع تحقيقها. طب سيادة العميد، يعني المزاعم الأمريكية أو التصريحات الموجودة على الساحة بأن هناك خلافات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى جانب آخر نرى بالشكل الواقعي أو العملي أن هذا ليس صحيح، حتى أنه المتحدث أو ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة العدل الدولية كان حتى مؤخرا يتحدث عن عدم إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار دون ضمان أمن إسرائيل، ومن ناحية أخرى ضرورة حل الدولتين. يعني كيف تتلقى هذه الأهداف وكيف يكون بالفعل هناك خلاف ما بين الجانبين؟ حل الدولتين كما قال الرئيس السيسي منذ حوالي شهرين، قالها علنا بأننا ليس المطلوب وضع مسار حل الدولتين قيد التنفيذ، مطلوب اعتراف أمريكي بحل الدولتين. مجرد أن تعترف أمريكا بحل الدولتين بدولة فلسطينية نضع نفسنا على الطريق الصحيح. كل ما تفعله أمريكا هو غطاء فقط لدعمها لإسرائيل دعم كامل، حتى عملية رفح التي يستنكرها العالم وكل من لديه ضمير في دول العالم من الشعب ومن المسؤولين يستنكر أن يكون هناك عملية على بقعة أرض 55 كيلومتر يتواجد عليها 1,400,000، ولكن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لهكذا عملية، ويبدو أن الأمور ذاهبة باتجاه مزيد من يعني العملية الانتقامية الإسرائيلية. طيب ماذا تتوقع إذا قامت إسرائيل ونفذت العملية البرية في رفح، وخاصة بعد تحذير الجميع، يعني مجلس حقوق الإنسان وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة بأنها ستكون يعني يمكن ضربة قاسمة حتى للمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وستزيد أيضا من الكارثة الإنسانية في القطاع؟ يعني ما هو السيناريو المتوقع أو الذي تتوقع حضرتك من خلال تحليلك الشخصي؟ يعني هذه دولة دولة مجرمة، لم تحترم لا مدارس ولا مستشفيات ولا معاهد ولا أنروا ولا مواقع دولية ولا أي صنف من التراث الإسلامي، من التراث المسيحي، من أي تراث موجود في غزة. قتلت هي تستبيح لنفسها كل شيء، وبالتالي يبدو طالما أنها تحظى بهذا الدعم الأمريكي القوي ستتابع عملياتها. أعتقد أن ما تفعله دائر غلاف غزة أن تقوم بهدم على مسافة كيلومتر في القطاع حول غلاف غزة، أعتقد أنها ستبدأ بالدخول إلى إلى منطقة فيلادلفيا، وكذلك تقوم بالهدم حتى تتمكن من عزل أهالي الفلسطين عن سيناء وعن رفع وعن عمقهم المصري. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري، شكرا على هذه المداخلة.